النادي، وزارة الصحة، ومنظمات المجتمع المدني، لجنة أو لجان المعلمين في الولايات، ولجان المقاومة، كلهم متابعين ومتابعين أحوال أبنائنا في كل المناطق وكل اللي بيحصل لهم. طلبة فقدوا كتبهم، فقدوا كراساتهم، يتابعوهم ويوجدوا لهم الكتب. والشكر الجزيل لكل الذين قاموا على هذا الأمر، ونحن بنتمنى أن الامتحانات تسير، وبتمنى أنه ما في طالب يتقيب عن الامتحانات لأي ظرف من الظروف. وزارة الدفاع هتوفر عربات رباعية، العربات اللي هي الدفع الرباعي، عشان لو في أي حتة طالب يتقطع ممكن يوصلوه لمحله في الأقاليم. أنا كنت قبل شوية متصلة مع ولاية النيل الأبيض، فهي كان بتقول لي إنه خصصت في كل ولاية، يعني ناس وزارة الدفاع في ولاية النيل الأبيض خصصوا لها 3 عربات في كل محلية على أساس إنها توصل الطلاب إذا يتقطعوا. في مبادرات كثيرة هنا في الخرطوم، أظن ناس ديوان ناس وزارة الحكم الاتحادي حيكلمونا عنها في توصيل وترحيل الطلاب أثناء الامتحانات. بترك الأستاذ محمود سراج الحوري عشان يقول لنا التقارير بتاعة كل ولاية وموقف كل ولاية من امتحان الشهادة الثانوية. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. العدد الكلي لجالسين لهذا العام 522,689 طالب وطالب، تفصيلهم 241,904 طالب و 270,785 طالبة. عدد المراكز الموجودة هذا العام 4,125 مركز، 4,111 مركز داخل السودان، و 14 مركز خارجي. جميع الإجراءات بتاعة الامتحانات بدت قبل فترة طويلة، بدينا في طباعة الامتحانات، وصلت الامتحانات إلى إدارة الامتحانات بالتاريخ القديم اللي هو بتاريخ 12/4. بعد عملية التطريد والتجهيز لتسفير الامتحانات إلى كل هذه المراكز، شاءت الأقدار أن تأتي جائحة كورونا، وحفاظا على سلامة الطلبة والطالبات تم تأجيل الامتحانات كما ذكرت سعادة الأخت الوكيلة الأستاذة تمادر الطريفي، تم تأجيل الامتحانات إلى أجل غير مسمى، وتم التواصل مع الإرصاد الجوي إلى أن توصلنا إلى التاريخ الحالي اللي هو 13/9. الامتحانات كان حتبدأ الأحد 12/4 لتبدأ الأحد 13/9، يعني الأحد حيكون قصاده الأحد الاثنين أنسون لحد ما نوصل الخميس 24/9. بدأ تسفير الامتحانات في 30/8 إلى كل ولايات السودان، وبحمد الله كل الامتحانات وصلت حتى الآن إلى كل الولايات في السودان، وكل كبار المراقبين تسلموا امتحاناتهم وقاموا بوضعها في دواليب وفقا للجدول الذي سيبدأ من 13/9 إلى 24/9 ابتداء من آخر يوم إلى أول يوم في الدواليب الخاصة بهم، أي أن الامتحانات الآن موجودة في الدواليب، والدواليب موجودة في المخازن، والمخازن تحت حراسة الشرطة وحراسة كل الأجهزة الأمنية، سواء كان الشرطة بمسمياتها الشرطة الأمنية، الدفاع المدني، العمليات، المباحث، كلها الآن تقوم بالحراسة، تنضم إليها القوات النظامية الأخرى ممثلة في الجيش وفي كل القوات النظامية، لأن الامتحانات الشهادة السودانية عمل قومي، عمل يهم كل السودان، كل الأسر تنتظره، لذلك لابد من التضحية لكي يقوم هذا الامتحان. التضحية تتمثل في الآتي: حدثت أشياء جديدة
ممثلة في الفيضانات لم تكن في الحزبان أصلا، لكن بحمد الله بالتعاون مع الأخوة في وزارة المالية تم التصديق بميزانيات لكل الولايات، سوف أذكرها تباعا. لولاية وسط دارفور تم تجميع الإعاشة لعدد 1101 طالب، شرق دارفور 1869 طالب، ولاية غرب كردفان 1608، ولاية شمال كردفان اللي عاش ل 521 طالب، وامتحاناتهم وصلتهم وعدد مراكزهم بالنسبة لشمال كردفان 201 مركز، فيها 6 مناطق غام الجيش بتوصيل 6 مراكز غام الجيش بتوصيلها لمنطقتي جبل الدائر وشركيلة. المدارس الموجودة في جبل الدائر هي سيدرة بنات والعين الضباب بنات وجبل الدائر بنين، أما شركيلة فيها شركيلة بنين وشركيلة بنات والمعة بنات، وجميع الطلاب وصلوا إلى أماكنهم في شمال كردفان وكل الميزات تم دعمها. أما بالنسبة لولاية شمال دارفور عدد المراكز 220 مركز، اللي عاش 7025 طالب. بالبر تم تسفير كل الامتحانات في الولاية. أما بالنسبة للطيران فالإخواننا في الجيش ما قصروا، وصلوا ل 12 محلية بالطائرة اللي هي كتم، الواحة، أمبرو، كورنوي. كورنوي دي قام ظهر فيها وادي برضو اضطروا حولوهم بغادي للوادي. الطينة برضو ظهر فيها وادي حولوهم برضو بغادي من الوادي. كبكابية ظهر فيها وادي برضو حولوهم بغادي للوادي. منطقة السريف، سرف عمره، كلمندو، والطويشة، واللعيد، والمالحة. أما بالنسبة للسيارات وصلوا لطويلة ومكدادة والكومة ومليط ودار السلام. قام ظهرت في المنطقة بتاعت كفوت وادي فيها 130 طالب، تم ترحيلهم صباح اليوم إلى الفاشر. بالنسبة لولاية النيل الأبيض الموجودين في ريف الديوان تم ترحيلهم إلى الديوان، الموجودين في ريف كوستي تم ترحيلهم إلى كوستي، الموجودين في ريف أمرمتا تم ترحيلهم إلى أمرمتا، أما في ريف الجبلين تم ترحيلهم إلى ريف إلى الجبلين، ريف الجزيرة أبا تم ترحيلهم إلى الجزيرة أبا. في محلية السلام في منطقة النعيم تم تجهيز 18 عربة دفع رباعي ومعها طائرة حربية للطوارئ، كل ذلك من أجل أن تقوم الامتحانات في مواعيدها المحددة. أكثر ولاية كانت مغلقة بالنسبة لنا هي ولاية سنار، عدد المراكز فيها 208، الإعاشة كانت فيها ل 1575 طالب. الامتحانات التي تسير بالبر سافرت لها. أما بالنسبة للطيران أكثر منطقة كانت مزعجة وذكرها وزير الري في هذا المقام البروف ياسر، وذكر أن منطقة الدالي والمزموم بها إشكالية، ولكن بحمد الله قمنا بتسفيرها عن طريق الجيش بأول طائرة حربية إلى هذه. أما أبو حجار والسوكي تم تسفيرها أيضا. الدندر تم تسفيرها اليوم. الآن موجودة في سنار، أخواننا في الجيش ما قصروا، خلوا الآن طائرة حربية موجودة مع والي سنار، لو محتاج أي حتة في أي منطقة حتى سعادة العميد عوض الكريم قال لي لو دايرين نوصل أي ورقة لزول في بيته نحن بنوصلها له. أما بالنسبة لولاية غرب دارفور اللي عاش ل 2736 طالب، كلهم تم تجميعهم في المدارس، لا توجد أي مشاكل. جنوب كردفان اللي عاش ل 1916 طالب، آخر منطقة كان فيها إشكالية اللي هي برنبيطة، العدد الطلاب فيها 77، تم ترحيلهم إلى منطقة تشاد لمنطقة رشاد. أما بالنسبة لولاية الخرطوم حدثت أشياء هذا اليوم في الشقلاب الجغرافية والكلاكل المزدوجة الأساسية اللي فيها امتحان، السور بتاعها وقع اليوم، لكن بحمد الله الناس بيعملوا في سور إزعافي له، يعني الناس متابعين شنو يا جماعة؟ متابعين متابعة لصيبة. في مايو في مدرسة الشهيد عبد السلام في مياه بتحيط بها تم ترحيلهم إلى مدرسة أخرى شمال الظلم. ولاية النيل الأزرق كان في الأول اللي عاش ل 607 طالب، الآن بعد الفيضان تمت إضافة 860 طالب، تم تسفير كل الامتحانات لها.
عن طريق البر، أما عن طريق الطيران تم التسفير للمنطقة الغربية لقولي ورورو وبوط وبوكوري، تم التسفير لها صباح اليوم، ومعاهم الآن طائرة حربية من أخواننا ناس الجيش خلوها موجودة للطوارئ وما عشان ما تكون عندنا أي مشاكل. بالنسبة لولاية الجزيرة، الإعاشة الآن لـ6000 طالب، الامتحانات كلها سلمت، المناطق اللي تأثرت بالفيضان تم ترحيل الطلاب بتاعينها، والآن ما عندنا أي مشكلة في ولاية الجزيرة. بالنسبة لولاية نهر النيل، الفيضان جاء أخيرا شمل المدارس اللي هي جبلاب المشتركة، كلية المشتركة أو كلية المشتركة، المكنية المشتركة، المقاوير المشتركة، سقادي المشتركة، العالياب المشتركة، وأسيدون المشتركة. العدد الكلي للطلاب دول عبارة عن 370 طالب، تم ترحيلهم وإعاشتهم، جاتنا متأخرا امبارح، رفعناها لأخواننا في وزارة المالية ما قصروا معانا لأنه أدونا كل الترحيل والإعاشة بالنسبة لكل الولايات. إن شاء الله اليوم الأحد الإعاشة حتتوقع بالنسبة للمناطق المتأثرة بالفيضان في هناك في نهر النيل. بالنسبة لولاية كسلة، كل المحليات وصلت، حتى محلية ود الحليو، في محلية نهر عبرة في تم تحويل 500 طالب إلى مدينة حلفة في جامعة كسلة في كلية الزراعة، والإعاشة بتاعتهم وصلتهم وما عندهم أي مشكلة. بالنسبة للولاية الشمالية، عدد المراكز 102 وما عندهم أي مشاكل موجودة بالنسبة للإعاشة أو ترحيل الطلاب. طيب، ده بالنسبة للولايات أو الامتحانات داخل السودان. بالنسبة لخارج السودان، عندنا 14 مركز خارجي، بحمد الله كل الامتحانات وصلت لهذه المراكز. عندنا مشكلة كان في المركز بتاع يوغندا، تم تحويل الطلاب إلى جوبا وحيجلسوا في المركز بتاع جوبا، وباختيارهم العدد بتاع الطلاب الجالسين في مركز يوغندا الحي جوبا 134 طالب، وصلوا الآن لجوبا وكل الأمور مرتبة وحيمتحنوا مع المركز بتاع جوبا. بالنسبة للطلاب من الشقيقة ليبيا، طلاب السودانيين الممتحنين في مدرسة الأخوة السودانية الليبية، تم التنسيق مع جهاز المغتربين، جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج، مع أخونا مكين، وبحمد الله سيصل الطلاب مساء اليوم، وتم الترتيب لهم السكن للطلاب، حيكون في داخلية الرازي جامعة الخرطوم، أما بالنسبة للطالبات حيكون في داخلية أسامة داود، ومركز الامتحان حيكون في مدرسة حراء ببوري. عدد الطلاب الأجانب الحيجلسوا داخل السودان هم 801 طالب وطالبة، الغالبية من الطلاب المصريين، البنين 477 طالب حيجلسوا في مدرسة المواهب بكوبر، البنات 325 طالبة حيجلسوا بمركز أم معبد في الرياض. تم التنسيق لهم وكل طالب منهم جاء الوزارة بنفسه وبإثبات شخصيته ويستلم شنو رقم جلوسه. عندنا مركز بتاع طوارئ وفاتحينه، حنكون فاتحينه لحد يوم الأحد يوم الامتحان، مسجلين فيه حتى الآن بالنسبة للبنات 402 طالبة حيجلسوا في مدرسة البركة في بري، أما بالنسبة للبنين عددهم حتى الآن 392 حيجلسوا في مركز الحميراء أيضا في بري. ونحن عشان ما نضيع لزول إنه ما يجلس الامتحان، حنكون فاتحين لحد 8 صباح الامتحان، ولو جانا أي زول بنسوه بنفسنا ونوديه مركز الطوارئ بتاع بري عشان ما في زول يروح عليه فرصة إنه يمتحن. دي سياحة بسيطة في بعض الولايات، في بعض الولايات أنا ما ذكرتها لأنه أصلا أمورها مرتبة تماما وما عندها مشاكل وما متأثرة بالخريف أو بالفيضانات. مرحبا، مساء الخير. إذن امتحانات الشهادة السودانية قائمة في موعدها المعلن، ويتحدث إلينا الآن السيد اللواء النذير خضر عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للمباحث التي تتولى تأمين الاجتماع الامتحانات ونقلها وتأمين الطلاب. شكرا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية الإجلال والتقدير لأسر الطلاب الممتحنين
في الشهادة السودانية للعام 2020. كل الدعوات بالتوفيق لأبنائنا الطلاب. بنقول إنه عملية التأمين للامتحانات بدأت بتشكيل لجنة عليا لتأمين الامتحانات صادرة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالرقم 101 لسنة 2019. اللجنة دي برئاسة السيد وزير الداخلية وعضوية السادة الوزراء في مجلس الوزراء، التربية، الثقافة والإعلام، فيها وكيلة وزارة التربية، فيها ناس الاتصالات، فيها الأخ الأمين العام لقوات الشعب المسلحة، فيها ممثل السيد مدير جهاز الأمن جهاز المخابرات الوطني. اللجنة دي ظلت في حالة انعقاد متواصل منذ تحديد موعد امتحان الشهادة السودانية. ونشير لأنه في لجنة انبثقت عن اللجنة العليا، اللجنة الفنية انبثقت منها الغرفة المركزية. اللجنة الفنية برئاسة السيد وكيل وزارة التربية بتضم برضو ممثلين للأجهزة في اللجنة العليا، وهي كانت مباشرة كل الأعمال بتاعت الامتحانات من مرحلة الطباعة لحد ما وصلت مرحلة الترحيل وتسليمها للولايات. عندنا في الشرطة وبحكم مسؤوليتنا عن تأمين الامتحانات لجنة غرفة مركزية لتأمين الامتحانات. الغرفة المركزية دي برئاسة مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وعضوية كل الإدارات الشرطية. اللجنة دي مسؤوليتها بدت من مرحلة طباعة الامتحانات وكانت بتأمن المزالة بتاعت الطباعة. بعد الطباعة مباشرة ودخول الامتحانات مخزن وزارة التربية والتعليم ظلت الغرفة المركزية لتأمين الامتحانات تعمل على تأمين الامتحانات حتى بعد تأجيلها لجائحة كورونا وحتى تحديد الموعد، ومن ثم أشرفت الغرفة على ترحيل الامتحانات لكل الولايات. نحن بنقول إنه عندنا غرف فرعية في الولايات، الغرف الفرعية دي أعدت لنا خطط بتاع التأمين، خطط التأمين في الولايات أشرف عليها السادة الولاة بحكم رئاسة للجان الأمن. تمت إجازة الخطط الفرعية لتأمين الامتحانات، وبنأكد إنه الامتحانات وصلت لكل الولايات لكل المحليات وموجودة حاليا في أقسام الشرطة وفي المخازن المؤمنة، وداخل المخازن مؤمنة تأمين تاني بدواليب للسادة المشرفين على الامتحانات في المحليات. بنقول إنه في تضافر بتاع جهود بين كل الأجهزة، قوات الشعب المسلحة، قوات الشرطة، قوات الدعم السريع، المخابرات الوطني، كل هذه الأجهزة تعمل معا في سبيل تأمين امتحان الشهادة السودانية، وكلها وضعت أياديها فوق بعض. ويمكن يكون من الرسائل الجميلة جدا جدا قيام قوات الشعب المسلح بترحيل الامتحانات للولايات، وفي الولايات اللي فيها مشاكل بتاعت أمطار أو مشاكل بتاعت طرق قامت قوات الشعب المسلح بتوزيع هذه الامتحانات بتخصيص طيارات. فنحن بنقول إنه كل الأجهزة الرسمية وراء وزارة التربية والتعليم في سبيل إنها تؤدي استحقاق الشهادة السودانية اللي بنفتكر إنه في السودان مقدس، عشان يكتمل بصورة سليمة. وكل جاهزية نعلنها من خلال من برسونا لكل الأجهزة الرسمية ولكل القوات، ونحن جاهزين للامتحانات، وإن شاء الله عوج ما في أرمو قدامي وزارة التربية كل الأجهزة وراكم بالتوفيق إن شاء الله. وختاما بس بشير لأنه كل الأجهزة الرسمية المزلة بتاعتنا واقفة مع وزارة التربية في امتحان الشهادة السودانية، اتمخضت عنا لجنة. اللجنة دي يمكن يكون كل الأجهزة دي وفرت إمكانياتها من العربات لترحيل الطلاب لمراكز الامتحانات، وإن شاء الله موفقين أبنائنا الطلاب في امتحاناتهم. وشكرا جزيلا.
الإفادة الأخيرة في هذا اللقاء يقدمها لنا السيد الطيب حسن محمد علي من وزارة الحكم المحلي حول جهود الوزارة أيضا في نقل الطلاب وتسهيل أدائهم لامتحان الشهادة السودانية. السلام عليكم ورحمة الله. الحضور الكريم، التحية والتقدير والإجلال لكم. تحية للأخوة في أجهزة الإعلام. نتمنى لأبنائنا إن شاء الله التوفيق والسداد في أداء امتحانات الشهادة السودانية. الحقيقة أننا في وزارة الحكم الاتحادي كان اليوم عندنا اجتماع مع السيد وزير الحكم الاتحادي الدكتور يوسف آدم الضي وعضو اللجنة العليا بامتحانات الشهادة السودانية. كان الاجتماع اليوم الساعة 11 بقاعة وزارة الحكم الاتحادي، وكان الغرض من الاجتماع ترحيل طلاب الشهادة السودانية لهذا العام، التحضير والتنسيق في ترحيل طلاب الشهادة السودانية داخل ولاية الخرطوم. عندنا كان تنسيق مع جهات معنية حسب الإخوة الذين حضروا الاجتماع اليوم كممثلين لجهات، منهم شركة المواصلات العامة لولاية الخرطوم والشرطة والحكم الاتحادي في المتابعة فيما يتعلق التنسيق لترحيل طلبة الشهادة السودانية داخل ولاية الخرطوم. في كلمة السيد ممثل وزارة التربية، هم متابعين التحضير والتجهيز لترحيل طلاب الشهادة السودانية حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بصورة أفضل. أيضا الأخوة في شركة المواصلات العامة لولاية الخرطوم قدموا يعني مقترحات، وهي مش مقترحات يعني حينفذوا فيما يليهم. التزمت الشركة بترحيل طلاب الشهادة السودانية عبر الخطوط الطويلة داخل الولاية اللي هي 20 خط بقوامة عدد 150 بص. في الجزئية الثانية جاءت التوجيهات من السيد محمد ضياء الدين مدير عام شركة المواصلات أن يتم ترحيل الطلاب مجاناً من أماكن تجمعهم إلى مراكز الامتحانات وحتى نهاية مرحلة امتحانات الشهادة السودانية. أيضا في تنسيق بين شركة المواصلات العامة لولاية الخرطوم ومبادرة من بعض الشباب اللي هي يطلق عليها مبادرة وصلني، جاي من بها بعض الشباب، والمبادرة بتستهدف العربات الخاصة، في عربات خاصة هتكون فيها لافتات أثناء فترة الامتحانات ووجود خرط لمراكز الامتحانات، وبتتوزع البصات دي على محليات ولاية الخرطوم السبع وفق الآتي. هتكون في نقاط تجمع بتكون معروفة لمسار البصات دي داخل الولاية لنقل الطلاب من نقاط التجمع وحتى مراكز الامتحانات، وبتحديد فترة زمنية محددة يعني حتى إنه الطالب يصل في وقت وهو مرتاح. يعني البصات أصلا بتتحرك، يعني هي الناس بتستلمها من 5 صباحا. الاتفاق على إنه الطالب يعني يصل على الأقل موقع الامتحان، هو الامتحان الساعة 8 صباحا، على الأقل الطالب يكون وصل زي الساعة 7 إلا 10 لمركز الامتحان. مبادرة وصلني دي هي أخوانا بتستهدف 500 عربية خاصة باتفاق الشباب ديل مع
بتستهدف 500 عربة خاصة لنقل وترحيل الطلاب. نحن بنسمن الدور بتاعهم. أيضا في محضر الاجتماع جاءت كلمة السيد ممثل وزارة الداخلية في التزام وزارة الداخلية بعدد 6 بصات. مساهمة وزارة الداخلية بعدد 6 بصات كبيرة بتسلم لمنسق الترحيل برضو لنقل الطلاب لمراكز الامتحانات. أيضا جاءت توجيهات مدير عام الشرطة لكل عربات الشرطة بترحيل الطلاب داخل الخطوم والولايات لتوجيه عام من السيد مدير عام الشرطة بأن عربات الشرطة تقوم بترحيل الطلاب داخل العاصمة والتوجيه ده مشى للولايات أيضا. أيضا عندنا تنسيق قبل كان مع حيتم مع السيد الأمين العام لوزارة الدفاع وعضو اللجنة العليا والأخ ممثل وزارة الدفاع في اللجنة الفنية بخصوص مساهمة القوات المسلحة في ترحيل الطلاب. وهم صراحة الناس القوات المسلحة يعني قدموا دور كبير في أعمال اللجنة دي في ترحيل الامتحانات وفي نقلها للولايات بالطائرات وبالوسائل الأخرى لها. وهم ما بين 7 طبعا يساهموا معنا إن شاء الله. أيضا عندنا تنسيق معهم في ترحيل الطلاب داخل ولاية الخرطوم إن شاء الله. في الختام نحن بنسمي الدور الكبير والله يعني الغامض باللجنة العليا واللجنة الفنية منذ 12/1/2020 في متابعة وتجهيز للامتحانات. وحقيقة والله جهود مقدرة وكبيرة يعني حتى الناس وصلوا المرحلة بتاعتنا مع أنه الوضع هسع بالسيول والأمطار وناينة، لكن هذه الامتحانات إن شاء الله الناس مسرعة لأنها غايمة في مواعيد إن شاء الله. ختاما لكم التحية والتقدير الحضور الكريم، ولكم منا أن يتم التوفيق الإخوة في أبنائنا في أداء الامتحان بصورة طيبة. ونسأل الله يعني العلي القدير أن يوفق الجميع في تكملة امتحانات الشهادة. نقاط التجمع للطلاب وين؟ نقاط التجمع. نقاط التجمع حتكون في داخل ولاية الخرطوم عبر الخطوط دي في 20 خط في ولاية في تنسيق طبعا في محليات الولاية 7 حيتم التجمع بتاع الطلاب لنقلهم لمراكز الامتحانات. طبعا بالنسبه لدخول البصات وطبعا هتكون على المسار بتاع الطريق المواصلات العامه، هتكون في نقاط معينه هيتم ترحيل الطلاب منها لنقلهم لمراكز الامتحانات اللي هو يعني بعدد 150 بص في كل محليات الولايه 7 باذن الله تعالى. الله يسلمك. ختاما لكم التقدير والشكر.